من هذا أحبائي نرى أن معجزات المسيح كثيرة ومتنوعة وملهاش طريقة أو وسيلة خاصة مثل ما شفنا. معجزات شفاء المرضى، إخراج الأرواح الشريرة النجسة، معجزات قوات مثلا الطبيعة هدأ العواصف مشي على الماء وأيضا حول الماء إلى خمر، معجزات تكثير الخبز، إشباع الآلاف، تطهير البرص، إخراج الشياطين، ومعجزات خلاص النفس. هذه تعتبر معجزة مهمة جدا. لكن اللي بيميز معجزات المسيح هو الاستمرارية. المسيح قال دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا. في إنجيل مرقس قال اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. هذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمه، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. فالمعجزات استمرت في حياة التلاميذ. أن نطلب باسم الرب يسوع المسيح، شوف منشوف بطرس، منشوف بولس، منشوف فيليبوس، منشوف آخرون كثيرون اللي الله استخدمهم بمعجزات. ويقول الكتاب يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. في الختام، يمكن أنت محتاج لمعجزة، لكن أهم معجزة أن الرب قادر ينقلك من الظلمة إلى النور، من الموت إلى الحياة. قال يسوع الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. فإذا ما زال المسيح الحي يعمل حتى يومنا هذا. يمكنك في هذه اللحظة أنك تعترف وتقر بخطيتك وتتوب عنها وتقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ. ادعوه حتى يأتي إلى حياتك، يخلصك ويتوج ملكا وربا على حياتك. ثم أحبائي أعوز أقول للي بيشاهدونا، يسوع ما زال يشفي المرضى. يمكن أنت عم بتشاهد بتقول فعلا بصلي في اسم الرب يسوع لكل مشاهد، أي ضعف أي مرض بتمر فيها الرب يشفيك في هاي اللحظة باسم الرب يسوع. مرضى السرطان، وعلى قلبي أقول في كتير نساء بصلوا أن الرب يعطيهم الرزق الصالح، في اسم الرب يسوع بصلي الرب يعطيكوا الرزق الصالح والرب يشفي كل ضعف وكل مرض في اسم الرب يسوع. آمين. We'll be right back.